إن نواصي رجال أمننا على حدود بلادنا بين يديك وأمرهم لا يخفى عليك وأمرهم لا يخفى عليك اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم اللهم احفظهم اللهم أكرمهم اللهم ارفعهم من أعالي الجبال إلى أعالي الجنان اللهم ارفعهم من أعالي الجبال إلى أعالي الجنان مع الحبيب العزيز